مخلوقات تعيش على الأرض منذ 400 مليون سنة وتعرف كيفية البقاء على قيد الحياة. تكيفت لتندفع وتصطاد وتقتل. أعدادها تفوقنا ببلايين المرات. وعندما يصطدم عالمنا بعالمها قد تكون النتيجة مروعة. أنا فيل ديفريز ولدي وظيفة لا نظير لها ويحلم بها كل عالم حشرات. هذا رائع حقا. جعلني عملي أسافر في جميع أنحاء العالم لأتعقب أكثر الحشرات إثارة للرعب وأغربها وأكثرها إثارة للإشمئزاز. تعالوا معي. بعض الأشخاص يعتبرونها مقرفة وأنا أجدها مقرفة أيضا، لكنني موجود في أرض الحشرات. أبحث هذه المرة عن الحشرات التي أحار بها العقل والتي تملك ذلك السلاح الكيميائي القوي القاتل، السم. بصفة عالم حشرات قابلت جميع المخلوقات الزاحفة على وجه الأرض، إلا أن الحشرات التي تصيبني بالقلق حقا هي الحشرات السامة. أرى أن الوقت حان لمواجهة ذلك الخوف. لهذا سأقوم برحلة سأخوض غمارها حتى لو كنت سأواجه الحشرات السامة. أولا، إنها رحلة تقتضي التعرف على الألم عندما يدخل السم إلى العروق. لا، ثم سأواجه عن كثب جيشا من الحشرات السامة. لا تزال على يدك. يا إلهي، وذلك كله يؤدي إلى الامتحان النهائي لأرى إذا كنت أستطيع مواجهة إحدى الحشرات ذات اللسعات الأشد على وجه الأرض. سأخرج من هنا. يعتبر السم أداة ممتازة في ترسانة الأسلحة، فبعض الحشرات تستخدم السم للحصول على الطعام وبعضها الآخر يستخدمه لتجنب أن يصبح وجبة طعام. أفضل وسيلة للتعرف أكثر على هذا السائل متعدد الأغراض باختباره مباشرة داخل عروقي. أشعر بالخوف شيئاً ما لأنني برفقة أفضل خبراء الحشرات السامة، الطبيب جاستن شميت. إنه يدرس الألم بالواقع. حسناً، ما الذي جذبك إلى الألم يا جاستن؟ الألم فعال جداً، ينقل لك رسالة من الحشرة لتدعها وشأنها، لذلك أردت أن أعرف ما هو مدى فعاليته وكيف نقيسه. ما هي العلاقة بين الألم والسم إذن؟ من الصعب أن نسأل حيواناً عن مدى شدة الألم الذي يسببه، فكان ما فعلناه من وجهة نظرنا أننا حددنا مدى شدة ضرره وحددنا بعد ذلك أن الحشرات شبيهة بالحيوانات المفترسة. لذلك طور جاستن مؤشر شميت للألم، استخدم أشخاصاً بائسين للسعيهم بالسم باسم العلم، وقيموا بدورهم الألم على مقياس 1 إلى 4. بما أنك موجود هنا الآن كنت آمل أن تكون مستعداً للتطوع. كنت أخشى أن تقول هذا يا جاستن. ماذا لديك؟ هذا عقرب كثيف الشعر وهو أكثر الحشرات سمية. حسناً، فلنقم بهذا. أراهن أنك لا تعرف سبب تسميته بالعقرب كثيف الشعر. لا تحاول القيام بهذا في المنزل. أوه لا، لقد وضعته الآن. لا أظن أن هذا يعجبني. من الواضح أن الأقارب تقرر كمية السم التي ستحقنها بناء على ما تشعر به وحجم التهديد المحدق بها، لذلك قد تحقن كمية قليلة من السم كتحذير، أو قد تحقن كمية كبيرة من السم كتحذير كبير، أو لقتل فريستها مثلي تماما. أوه. لا تحقن السم في الوريد، لا. أوه أوه أوه، رائع.
حتى إن بمقدوري رؤية تلألؤ السم في طرف إبرة السم. لدغته مؤلمة جدا، أشعر بحرارة في مكانها. في الواقع لا أشعر بحرارة فقط، إنني أشعر بانتقال السم على سطح الجلد. فور دخول السم إلى مجرى دمي بدأ التأثير على الجهاز العصبي، أشعر بالألم والحرارة، وازداد معدل نبضات قلبي. إنني أشعر بحرق الآن. رغم أن هذه التجربة تبدو متهورة قليلا، إلا أننا تعلمنا شيئا جديدا. على مقياس 1:4 كانت درجة هذه اللدغة 1، وذلك يجعل الأمر منطقيا بعد أن عرفنا آلية عمل السم داخل العقرب. السم هو آخر ضربة ينتهي بها القتال. العقارب تعيش منعزلة عن بعضها بعضا، تهاجم عادة بكلاباتها الحادة. إنها سكاكين مدهشة مميتة تشطر فريستها إلى قسمين، وإذا لم ينفع ذلك فسترفع ذيولها بسرعة وتستخدم سلاحها السري، السم. غير أن بعض أنواع السم تحدث ضررا أكثر من الأنواع الأخرى. لا يحتاج العقرب العملاق كثيف الشعر إلى سم قوي جدا ليبقى على قيد الحياة، ذلك أن مخالبه كبيرة جدا لسحق أي فريسة تصادفه. بالنسبة إلى أولئك الأقل حظا، يمنحهم السم القوي ميزة إضافية يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة. إذا كان للحشرة مخالب قوية يكون سمها ضعيفا، وإذا كانت مخالبها ضعيفة فاحذروا جيدا. عندما تلتقي العقارب بالبشر تلدغهم للدفاع عن نفسها. بما أنها من الحشرات التي تعيش بمفردها، عادة تلدغن لدغة واحدة فقط، لكن الأمر مختلف مع هذه الوحوش الصغيرة. إذا اقتحمت أرضها فستنهال عليك اللسعات من جميع الاتجاهات. هذا السم مبرمج ليستخدم في الهجمات الجماعية. إنها جيش جرار متحد، لن يهدأ حتى يسيطر على العدو. أنا الآن في أمريكا الجنوبية لأبحث عن أعنف الغزاة باستخدام السم. هي أشد الحشرات علي. إنها مخلوقات شريرة. أمقتها كثيراً، أكرهها، إنها خطيرة. من المستحيل تمنع هجومه. يجتاح فناء منزلك ومنزلك وطعامك ومعظم أماكنك الخاصة. أهناك ما هو أسوأ من عضة مؤذية أو لسعة؟ نعم، عدد كبير من العضات واللسعات المؤذية، وهذا ما يفعله النمل الناري. الأشخاص العاقلون تعلموا اجتنابه، لكن أتشاهدون الرجل هناك؟ إنه رجل مختلف. فلنذهب ونقابل مايك. مرحبا مايك. أهلا، كيف حالك؟ بخير. أتبحث عن أصدقائك الصغار؟ نعم نعم. الدكتور مايك جودزمان باحث متخصص في النمل الناري في معهد جورجيا للتكنولوجيا، يريد الحصول الآن على النمل. علينا أن نتحرك بسرعة لأن النمل سيذهب للأسفل بمجرد إزعاج المجموعة ويأخذ البيوض وجميع الملكات، وهما ما نحتاجه. لذا ما إن تبدأ الحفر عليك الحفر بسرعة. 1، 2، 3. نجمع هذا النمل لإجراء تجربة لفهم طريقتها في اللسع. انظروا هنا، ينحدر النمل الناري من أماكن بعيدة مثل الأمازون وهو آخذ بالانتشار. لقد شق طريقه عبر مساحة تبلغ 260 مليون هكتار في الولايات المتحدة، ليبلغ بذلك معدل استحواذه على المناطق 50 ميلا في السنة. مايك جودزمان يقف على الخطوط الأمامية للدفاع. عليكم أن تعرفوا العدو لتنجحوا في صد هجومه. هذا العمل بغاية الأهمية، لأنه عندما يهجم النمل الناري ستكون العواقب وخيمة جداً.
يحتوي سمه على مادة شبه قلوية سامة جدا للخلايا.